أحمد مهران مراسلنا في القاهرة موجود معنا الآن ليحدثنا عن فحوى هذه المباحثات وأهميتها. بالفعل فضيلة، كانت مباحثات مكثفة أجرتها رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. بدأت بلقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وامتدت أيضا إلى جلسة مباحثات عقدتها مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للبحث أو محاولة البحث عن مخرج للموقف المتأزم على الساحة الليبية، خاصة بعد أن فتحت جبهة جديدة للصراع بين جناحي المجلس الرئاسي أو الحكومة، حكومة طرابلس، بين رئيس المجلس الرئاسي ووزير داخليته. وبالتأكيد أيضا المظاهرات والتعامل العنيف مع المظاهرات التي خرجت في طرابلس ضد حكومة فايز السراج كانت أيضا محور المباحثات. وقد استبقت هذه المباحثات بيان من البعثة عبرت فيه عن قلقها من استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. الهدف بالطبع من كل هذه المباحثات هو كيفية البحث عن مخرج لهذه الأزمة المحتدمة، وأيضا البناء على الإعلانات التي أصدرها رئيس حكومة طرابلس وكذلك رئيس البرلمان الليبي بشأن وقف إطلاق النار وكيفية تثبيت هذه الإعلانات والبناء عليها للوصول إلى تسوية سياسية وفقا لمخرجات برلين وكذلك مبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس السيسي. الأمين العام للجامعة العربية أيضا كان حريصا في مباحثاته على أن يستعرض محددات الموقف، موقف الجامعة العربية من الأزمة الليبية، وعلى رأسها بالطبع إخراج الميليشيات المسلحة من ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وكذلك تهيئة المناخ أمام إعادة استئناف إنتاج النفط وتصديره مرة أخرى لخدمة كل الليبيين، واستئناف الحوار بين الأطراف السياسية وصولا إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية تضع حدا لكل هذه الأزمات والصراع بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التابعة لحكومة السراج. شكرا أحمد مهران من القاهرة.